اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل من المطبخ الغربي نقول، ولكن في تركايه، في خبره طهويه. كلنا بنسال عن البصل القرمه، ده مشهور جدا في المطبخ الشامي او البصل الكويزات. وعندنا الارض الطيبه احلى ارض تطلع بصل، اذا كان احمر او ابيض او البصل الاخضر في البشائر بتاعته. فانا عايز اعمل طاجن اللحمه النهارده بالبصل القرمه. بصل القرمه يعني بصل بيبقى كله حجم بعضه تقريبا، في منه البعض بيبيعه زي كده في اطباق، والبعض ان احنا ممكن بنشتري البصل من عند الراجل بتاع الخضار بنقيه يبقى معانا بالشكل ده كده. ده اختصارا للماتيريال بتاعي. معايا النهارده طاجن كمان لسان العصفور بالخضار، معانا بسله ومعانا كوسه، نقدر نحط جزر حسب الرغبه. ازاي نعمل لسان العصفور؟ كبار السن بيحبوه لان بتبقى حاجه طريه ولطيفه وسريعه الهضم وكمان سريعه المضغ. نيجي للفاصوليا الخضراء حبيبه قلبي، دي انا بحبها جدا، وخاصه لما تكون خضراء بالشكل الجميل، مفيده جدا للقولون والجهاز الهضمي، مشاكل الامساك. عندنا الفاصوليا الخضراء عايز اعملها النهارده يخني بالطماطم، ونحط معلقه سكر على صوص الطماطم عشان مشاكل الحموضه، عشان تبقى الاكله دي بنستفيد بيها من كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم وخاصه الجهاز الهضمي. الخضروات في الشتاء ماليه السوق، خلينا نستغلها اذا كانت الفاصوليا، اذا كانت الخضروات كلها من الخس والجرجير. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل طاجن الفاصوليا الخضراء او يخنه الفاصوليا الخضراء بالطماطم. المقادير على الشاشه، المقادير يا عم الشيف على الشاشه. الله، لسان العصفور مع الجزر مع الكوسه، ايه الحلاوه دي؟ المقادير على الشاشه. بسله، قصدي فاصوليا خضراء، وعصير طماطم وبصل وتوم وملح وفلفل وزيت او زبده حسب الرغبه. والله انا عايز اعملها بزيت الزيتون للامانه، عشان لو باتت اكلها. دي نوع مقبلات مشهور جدا في المطبخ اللبناني. تعالوا مع بعض نعمل يخنة الفاصوليا على طريقتي اللي انا بحبها، وهتعجبكم ان شاء الله. هعملها بزيت الزيتون. ليه عملتها بزيت الزيتون مش لبسمنه ولا بزبده؟ عشان لما تبات اكلها بارده، او بردت معانا ناكلها في الثلاجه كده تبقى لطيفه وجميله، شكلها بيلمع ويفتح النفس. المقادير على الشاشه، معانا فاصوليا خضراء طازه متقمعه وجاهزه، معانا صوص طماطم بيحطوط على النار بيغلي، معانا طاسه على النار او حله شديده الحراره، معانا بصل ناعم وتوم ناعم وملح وفلفل وكمون. عم اشرف كان بيسال ايه التوابل بتاعه الفاصوليا؟ ملح وفلفل وكمون يا عم اشرف، بس خلاص. ليه هنحط كمون؟ عشان الفاصوليا ممكن تعمل مشاكل مع الكولون، فاحنا حطينا الكمون عشان نتلاشى المشاكل. الكمون فايدته يا اخوانا ان هو طارد للغازات ومفيد جدا للجهاز الهضمي. تاكل جبنه قريش حط معلقه كمون، تاكل فول حط معلقه كمون مطحونه فريش. الكمون ما يتطحنش ويتساب وقت كبير في المطبخ، يعني ممكن 20 يوم 15 يوم شهر، ده كتير وبكتيره قوي. كمون كل ما يتطحن فريش، هو والفلفل الاسود والكزبره الناشفه، تاكل شويه ملوخيه ما لهمش حل. تعالوا نعمل الطاجن بتاعنا او يخنه الفاصوليا. زيت زيتون على النار شويه كده، حلوين يعني. يعني لازم شويه كده يبانوا للفاصوليا، علشان هنحمر الفاصوليا الاول في زيت الزيتون. ده زيت زيتون. كتير كده. الاكله دي يعني مشهوره بزيت الزيتون. وناخد الفاصوليا زي ما هي. شوفي بقى مدرسه المغازي بتقول ايه هنا. الفاصوليا دي انا عايز لونها اخضر بعد ما تستوي. حط عليها طماطم، ما احطش طماطم، اعملها زي ما هي بزيت الزيتون زي ما انا عايز. بس ازاي احافظ على الخضار بتاعها؟ مدرسه المغازي، واحنا مع بعض دلوقتي حالا اهو. بحط على زيت الزيتون شويه ملح. الله عليك يا شيف. بحط على زيت الزيتون شويه ملح. الملح اللي انا يعني العيار بتاع الفاصوليا، مش ملح بزياده، انا مش بعمل فسيخ برضو علشان الناس اللي بتتابع. خلي بالك. الملح بتاع عيار تمليح الفاصوليا. وانزل بالفاصوليا الخضراء يا عم الشيف هنا. يا ويلي يا ويلي، هو ده الكلام، تتكلم لبناني. شوف الخضار وجمالها بقى. خضار الفاتح الحلو. الوجه الحسن والخضره. دي الخضره. شفت الخضار ده؟ الفاصوليا تاكل صوابعك وراها، هتنها خضره كده لغايه لما تخلصيها، تبات في التلاجه، تسخنيها، تشيلها في التلاجه زي ما انت حابه. كل ما تقلبي فيها كده، الخبره اللي بقولها دي وايه الصوره دي، شفت الفاصوليا على الشاشه عامله ازاي؟ تكلم مصري. يخرط الفاصوليا على طريقه المغازي.
الخبرة الطهوية دي مش من فراغ، من خبرة السنين بنقدمها لحضراتكم على فكرة، خلي بالك. يعني أنا أعمل فاصوليا دي مليون مليون مرة، تحميرة دي مطلوبة. رقم واحد خدت اللون الأخضر، رقم اتنين بتستوي معايا، التشويحة دي بتساعد على تسويتها بسرعة، لأن لما نحط عليها الطماطم يا شيف مغازي، صوص الطماطم أو عصير الطماطم بيعرقل عملية السوى مع الخضار. يعني لو بتعملي يخرة البازيلا بالجزر وتحملها بالطماطم، ما تحطيش طماطم غير لما تبدأ تستوي، لأن وجود الطماطم مع الخضروات اللي بنسويها ما بتخلاش تستوي بسرعة. أبدأ أحط فص ثوم حلو، الله، وحمر فص ثوم حلو. خلي بالك ايه اللي بيغلي على النار هنا؟ صوص الطماطم. ما ينفعش انزل بالطماطم بارده، لازم الطماطم بتغلي في الناحيه الثانيه زي ما انا شغال كده. انا عايز اعمل النهارده شويه فاصوليا بمزاج، اللي بنستهزئ بيها عند بتاع الخضار، هتاكلي صوابعك وراها لو عملتها بالطريقه اللي انا شغال بيها دي كده. تومه مع زيت الزيتون، والتومه بتنزل بعدين. بدات اشم ريحه حلوه، تحمير التومه مع الفاصوليا الخضراء، ما تمليش من التقديم من التقليب، خلي بالك لا امل ولا كل. وانا بقلب على نار شديده، وخلي بالك في الحاله دي لازم يكون عندك حله المعدن بتاعها سميك، يعني ما تستهزيش في انك تشتري حله حلوه عندك، تبقى الحله كده يعني حته من المطبخ تطبخي فيها كذا مره وما تدوبش عندك. كل ما جبت معدن لطيف وجميل وخامة حلوة وخامة تقيلة، تعملي الرز ما يشيتش منك، مش محتاجة شياطة، تعملي فاصوليا زي دي كده بتحمريها مش محتاجة، زي الجريلا تحمير ده مطلوب. وانا شغال. حلو قوي. عند الطماطم اخبارها ايه؟ اهي ده صوص الطماطم بتاعنا اللطيف. الله، حطيته على النار بيغلي. عارفين انا حاطط صوص الطماطم ده على ايه؟ للامانة وانا مش بكذب والله، وشاهد عليا الاساتذه المصورين، مكان البوكيه جرنيه اللي كان معايا من شويه، فاكرينه ولا اقول تاني؟ بوكيه جرنيه اللي كان معايا من شويه، مكان اللحمه ومكان لسان العصفور، كان عندي صوص طماطم حطيته في قلب الحله بيغلي. نقلب تاني معلش. الله. سامعين الصوت ده؟ فاصوليا قربت على السوا خلاص. حطيت ملح، حطيت زيت زيتون، استنيت على الزيت ما سخن شويه، نزلت بالفاصوليا، نزلت بالتومه، التومه بدات تحمر، بدات تديني طعم حلو وريحه حلوه. عندي شويه كمون، التوابلنا يا عم اشرف فلفل اسود، اللهم صل على النبي. شويه كمون حلوين لهم ريحه حلوه. زي الفل. ممكن شويه بابريكا، ماشي، تسلم ايدك يا عم الشيف. حلو، ونقلب تاني وانا شغال في ايد المصفى، واقول لحضراتكم المصفى دي انا ليه عايزها دلوقتي. دي بقى مرحله الابداع اللي بنقول عليها لما بنقول المطبخ رؤيه، فن، ابداع، مش من فراغ برضه. دي مرحله الابداع في الطهي. بنضرب لها تعظيم سلام. شايف الفاصوليا؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ محطه هنا بنسميها محطه الابداع، لغايه هنا ده طبق مقبلات مشهور في المطبخ اللبناني، دي سلطه لغايه هنا بتسيبيها تستوي، بتطلعيها تبرد في الثلاجه ويبقى طبق السلطه لطيف وجميل. زي ما هي كده من غير اي حاجه خالص. نعم يا ست الكل. هناخد مع بعض صوص الطماطم الحلو ده كده. شفت انا بعمل ايه؟ يلا. يلا معايا. هو ده. الله الله عليك وعلى والديك يا طيب. ما حطيتش الطماطم كلها، لازم اصفيها كده، خلي بالك. عايز طعم الطماطم فيها، شكل الطماطم ما يبانش بس طعم الطماطم فيها، دي فزوره. حلناها مع بعض. نروق البوتاجاز بتاعنا عشان الصوره تطلع حلوه من كل الجوانب، ونسيبها تاخد غلوه على النار، ما نغطاش، نسيبها زي ما هي كده واحنا معانا على الشاشه. تاني، عملت الفاصوليا دي ازاي عشان اللي جاي متاخر وبيتابع معانا شاشه القناه الاولى لرؤية الإبداع والفن للمطبخ. طاسة شديدة الحرارة على النار، نزلنا فيها بزيت زيتون، استنينا على زيت الزيتون لما يسخن، حطينا شوية ملح اللي هو عيار تمليح الفاصوليا، مش بتعملي فسيخ هنا، قلبناهم مع زيت الزيتون حتى الذوبان، نزلنا بالفاصوليا الخضراء بتاعتنا قلبناها،
حلو الكلام لغايه لما تاخد لون وتقرب على السوى. قربت على السوى عندنا صوص طماطم بيغلي في حته تانيه. نستنى عليه لما يغلي ويستوي وبعد كده بنصفيه، بناخد السائل بتاعه والطماطم بتاعتنا الجميله ما يكونش فيها لا قشره ولا اي حاجه خالص زي ما هي كده. الطبق ده لبناني الاصل وتسيبيها تغلى على النار. شايف الخضار والجمال؟ عندنا مشاكل في الحموضه ناكل منها، عندنا مشاكل مع الامساك ناكل منها، مشاكل مع القولون ناكل منها. للامانه هحط معلقه سكر صغيره وعصره ليمون بعد ما تطلع من النار. هحط الزيت معلقه سكر صغيره اهي وعصره ليمون بعد ما تطلع من النار. عايزك تعمليها النهارده لجوزك وادعي لي. اللي عنده ارتجاع مريء وعنده مشاكل مع القولون بنفس الطريقه دي اعمليها وعلى مسؤوليتي. انا دارس تغذيه وبتكلم كلام انا واثق منه ومسؤول عنه. شايفه كده؟ زي الفل. تمام. طبق التقديم يا عم الشيف فينه؟ اللهم صل على النبي. الفخاره دي حلوه عجباني. وعصره الليمون بعد ما نشيلها من النار، انصحك دايما عصير الليمون تحطيه على الخضار بعد ما يطلع من النار. الله، دي لما تتاكل بارده بالمعلقه كده فطار غدا عشاء. احنا عندنا الفاصوليا الخضراء بتاعتنا للامانه لطيفه وجميله، موجوده في الريف المصري والصعيد المصري. لا فراخ ولا لحمه خالص، دي ما فيهاش اي بروتين خلي بالكم خالص. بغرفها بقى في الطبق ده كده. الله. حاجه لطيفه كده وجميله. فين الطماطم؟ في الطعم. فين شكل الطماطم؟ في الطعم. الله، دي لما تبرد تحطها في التلاجه، نقول عليها نوع مقبلات. عايزاها سخنه زي ما هي كده ماشي. عايزه تعمليها باللحمه، تجيبي نص كيلو لحمه حلوه كده متقطع مكعبات صغيره، وتساوي اللحمه الاول بالشوربه وتسقطي في قلب الفاصوليا بالطماطم. عايزه تعمليها بلحمه مفرومه، جيبي اللحمه المفرومه عصجيها وبعد كده حطيها في الاخر زي ما انا شغال دلوقتي. اختياري انا، بديكي طرق مختلفه لعمل الحاجه اللي انتوا حابينها، يعني مش بفرض عليك انك تاكليها زي ما هي كده. عصره الليمون. الطبق ده صحي 100% وصيامي 100%. وانا مع حضراتكم. اللهم صل على اخواننا اللبنان، اللبنانيين والشوام بيحطوا معاها فصوص توم سليمه. بتلاقي فص التوم سليم في قلب الفاصوليا كانه حبايه لوز. يا لوز يا مزاجك اللوز. حلقه النهارده لها تفاصيل كتير، فيها بساطه، فيها تكلفه قليله جدا. حريص في ان احنا نخش كل المطابخ. النهارده الثلاث دخلنا على المطبخ اللبناني، جبنا اشهر المقبلات عنده. فاصوليا خضراء عملناها بالطماطم لطيفه وجميله، ممكن ناكلها بارده او سخنه. عملنا طاجن اللحم بالبصل القورمه لطيف وجميل، والتكنيك العالي في التقديم، وربطنا ما بين الصعيد الجميل والريف المصري مع خبز البتاوي الجميل. وعملنا كمان لسان العصفور بالجزر لكبار السن، علشان دي حاجه سهله المضغ وسهله الهضم. يعني نقدر نقول رؤيه فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى بكل تفاصيله. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.